الحمد لله اللي ربنا برد قلبه وملا اعدامه بركه بعد ربنا وبيننا بالله والاستاذ محمد والمحامين اللي كانوا واقفين مع الاستاذ محمد طبعا والحمد لله. انت كنت طبعا منتظر الحكم ده النهارده طبعا منتظر الصبر كلنا منتظرين الحكم طبعا الحمد لله. يعني نار بردت بطريقه فظيعه ما اقدرش اقول لك قد ايه يعني من البيت طبعا الحمد لله انا جبت حقها. كنت عشت ولحظات صعبه قوي الحمد لله ما كناش منها الحمد لله ربنا لك حقا الحمد لله بعد الرسم في محمد طبعا كل حما عبدالله بره والمحامين اللي كانوا واقفين معانا وطبعا هم ما سابوناش طبعا والحمد لله وكل مية مية الحمد لله. يعني اكيد بقى انت كنت عايز يا مازن بقى النهارده والله. خلاص يا باشا هو كده بص انا ارتحت ما في كفايه الحمد لله اللي هو حقها الجو كل حاجه وهديه وهي هدك في نفس الوقت وربنا ينتقم مني. بوابة أخبار اليوم النهاردة موجودة في محكمة جنايات المنصورة النهاردة بعد الحكم والد رماس هنقول لك البقاء لله بعد الحكم النهاردة.